فظيعه عشان مغنيه هي كمان فظيعه. انا بالنسبه لي في مصر في شيرين وبوسي مع فيميل ارتست ليك الديسيبلين والفل والاحترام برافو عباس انت فظيع. اوكي طبعا ظلمتك بس بعد هذاك الاداء ما يعني ما مشان هيك ما علقتيه على الموضوع انه اللي عملته هونيك فظيع بس بوسي فظيع
شوفوا في بمصر هيك كمان ميل ارتست وبهاء سلطان بيغني بهالنوعية بهالوحشنة بالمغنى. ايه بمصر قليل ما بتلاقي حدا هالقد فيميل ارتست هالقد عنده باور بصوته. يعني عندك شيرين وعندك بوسي وعندك شو اسمها امينه عم بحكي هالنوع الاصوات الباور.